الإخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، الإخوان السائقين والسائقات، تحية الجميع، تحية الجميع متتبعي قناة مناظر بلادي أينما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن. تحية الجميع الإخوان والناس اللي كيسولوا على الطريق السريعة ما بين تيزنيت العيون، اللي بغى يعرفوا المقاطع اللي باقى فيها الأشغال. كما تشوفوا معنا الإخوان، هذا المقطع هذا ما بين قولمي مطنطان من زريويلا حتى الواد ديال هذيك الزاويه اللي كاينه تما، داك الاتجاه ديال الزاويه ديال افريكت، من تما في هذوك المنعرج تما باقى الاشغال، حتى باقى ديك الخنطره حتى هي باقا ما كملاتش. والطريق هنا راه الاخوان يعني راه يهزوها على الارض مزيان، يعني ولات عاليه وفيها بزاف ديال القناطير، فيها لا شارج بزاف. كما غتشوفوا معنا الاخوان، احنا غاديين في هذا الصباح، صباح يوم 9 في شهر 1 2024. الناس كيبغوا يسولوا وقتاش دار الفيديو، واش يعني واش هذا المقطع جديد، واش قديم، هذا هو التاريخ ديالو الاخوان. احنا غاديين في الصباح، راه كتشوفوا دابا احنا راه خط واحد فيه الي روتور، يعني كنمشيو فيه السيارات كيجيو نفس الطريق، يعني خط واحد اللي خدام. كما تشوفوا معنا الجهه اليسار الاخوان باقى فيها الاشغال، وكذلك حتى هذا الخط اللي حنا غاديين فيه باقي فيه واحد، باقي فيه الخط الاصفر، يعني راه كيعني لنا باقي فيه الاشغال. حنا غنتحولوا للجهه ديال اليسار كما تشوفوا معنا، هذا الجهه اللي على اليمين حتى هي راه باقي فيها الخدمه، وغادي نمشيو مع الجهه اليسار كما تشوفوا معنا الاخوان. هانتوما هذا اللي على اليمين باقي فيه الاشغال، شتوه باقي خصو لا شارج، باقي خصو التزفيت، وكذلك حتى هذا المقطع اللي حنا غاديين فيه، هذا اللي على اليسار ديالنا حتى هو راه باقي فيه، باقي تابعه واحد الفينيسي، واحد الكوش الاخر ديال الزفت. تحيه للجميع، تحيه للجميع متتبعي قناه مناظر بلادي، وما تنساوش الاخوان دعمونا باشتراك القناه والضغط على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. ما تنساوش الاعجاب بالقناه، ما تنساوش مشاركه القناه فضلا وليس امرا. تحيه لكم جميعا، تحيه للناس اللي متبعين قناه مناظر بلادي وبغى يشوفوا الطريق ديال الصحراء، الصحراء المغربيه. الحمد لله راه بعد مقاطع الاخوان وصبحت رائعه جدا، الناس اللي بغى يجوا يشوفوا جو يشوفوا الصحراء ويجوا يشوفوا الطريق، الحمد لله يعني الطريق يا سلام، الطريق من 9 مزيان. يعني حتى دوك المنعرجات ما بقاوش، دوك العقابي بزاف العقبات اللي كيكونوا عائقه بالنسبه للشاحنات الوزن الثقيل ما بقاوش، يعني الطريق ولات مزيانه، الطريق مخيره، يعني الانسان اللي غيمشي للصحراء يجي ما عنده مناش يخاف، الطريق جيده جدا. نتمنوا باش يتسال هذاك المقطع ما بين قولميم تيزنيت، داك الجبال تما هما اللي فيهم اللي واعرين شويه بزاف، اللي هما اللي غيبقاو معطلين ربما. والاخوان المشاهدين، كملوا معنا المقطع حتى النهايه وفرجه ممتعه، وكذلك الاخوان اللي نوصيكم، الناس اللي يقطوا الطريق بالليل، الناس اللي ما عمرهم مشاو في الطريق يتمشاو شويه، كتكون ضبابه الاخوان. عندنا واحد المقاطع ان شاء الله غتشوفوا معنا الطريق فيها الضبابه، هذا الصباح كتكون ضبابه، كتكون الرؤيه شويه منعدمه، وبنات باش يتمشاو شويه عليهم باش يتفاداو لا قدر الله الله يستر توقع شي حادثه. تحية للجميع، وخليكم مع الفيديو حتى النهاية، والسلام عليكم.
الإخوة المشاهدين ملي كتقربوا لهاد الطريق ديال الزاوية ديال أفريقيا من هنا في الدورة ديالها، هنا الإخوة راه كاين واحد لي ضودان دايرينهم رقاق وقاسحين شوية في السهم. الناس اللي عندهم السيارات والشاحنات خاصهم يتمشوا بشوية عليهم الإخوان، راه كاين هنايا واحد لي ضودان راه كيما كتشوفوا مع التصوير، واحد لي ضودان ما كيبانوش، كيكونوا قاسحين شوية في الأرض دايرينهم غير رقاق على حسب باش نقصوا شويه من السرعه ديال السيارات والشاحنات، ولكن مع الاسف مكثرينهم بزاف، يعني كاينين بزاف هنايا في الطريق هذه. ايوا الاخوان تمشوا غير بشويه عليكم حتى تتفادوا هذا المقطع هذا. تحيه للجميع والى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم، وخليكم متابعين القناه، خليكم تسافروا معنا وتشوفوا معنا المنجزات اللي حققتها بلادنا في هذا الطريق هذه، ولله الحمد. باقي المقاطع غتشوفوا معنا ان شاء الله. تحيه للجميع، فرجه ممتعه، السلام عليكم. الى هنا الاخوه المشاهدين، انتهى هذا المقطع هذا. ما يبقاش هذا المنعرج اللي هنايا اللي في هذه القنطره هذه، كانت هذه القنطره واحد النقطه سوداء ديال بزاف ديال الحوادث، بزاف ديال الشاحنات اللي تقلبوا فيها مع كان منعرج، وكانت قنطره ضيقه مع المنعرج كيجي الشاحنه كيكون مشارجي كيتلاقى مع ديك القنطره ومع المنعرج كيهود في داك الواد. دابا ما يبقاش، غتمشي الطريق على طول نيشان، راه كيوجد واحد القنطره تمايا. تحيه للجميع وإلى فيديو آخر إن شاء الله. طريق السلام نتمنى للجميع مستعملي الطريق، والسلام عليكم.